صفة لهذا الانقلاب بأنه انقلاب وطني وأنه. أما كل ما يتعلق بهذا الانقلاب من تحضيرات، كل ما يتعلق به من تحضيرات فتمت عن طريق الأمريكان، عن طريق المخابرات الأمريكية. ولا تنسى الحضور الأمريكي في ليبيا في تلك الفترة. بمجرد ما قام الانقلاب ونجح في السيطرة على ليبيا، تسارعت أمريكا وتسارعت مصر لتأييده وحمايته. يقول لك يعني في دول العالم، ولكن هذه كان جزء من السياسة اللي يتبعها في توتر المواطن، إنه دائما يعيش خايف ما يعرفش من فيه بكرة. يعني الاستقرار يولد نوع من الراحة ونوع من التساؤل عما حولك، لكن لما تكون أنت دائما لاهي بنفسك شنو يصير بكرة ماكش عارف، قلق متوتر. وهذا اللي حدث، يعني لم تستقر ليبيا طيلة 42 سنة، كان كل فترة فيه قرارات. فدائما احنا نعرف يعني بالذات بعد ما طلعنا من السجن، والله راجع الفاتح اللي هو ماسك، راجع لنا سلطة الشعب، راجع لنا كذا. فدائما متوقعين فيه الأسوأ دائما قادم. لا يمكن أن يحدث انقلاب في دولة نفطية مثل ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، يعني بعض الدول الأوروبية نصف ساعة من البحر الأبيض المتوسط، يعني موقع استراتيجي نفط ثروة هائلة موقعها بين مصر والجزائر، دولتين عربيات كبيرة جدا. لا يمكن أن يحدث فيها مثل انقلاب 1 سبتمبر 1960 بدون علم ودعم أو تغاضي دول أخرى. الوصول للسلطة، ولكن ربما الولايات المتحدة كانت كالعادة تريد أن تكون الأسبق على مسرح الأحداث، فبالفعل بدل من أن يكون 5 سبتمبر كان أول سبتمبر هو الموعد، وتم حدوث الانقلاب العسكري بقيادة الملازم معمر القذافي. انقلاب أو لقيام الانقلاب، الانقلاب فعل تآمري خارجي 100%. من وراءه؟ أنا في اعتقادي الخاص من خلال قراءتي للوثائق ومن خلال تتبع لكل ما حصل في 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 هو وراء، كانت بالدرجة الأساسية كانت في المخابرات الأمريكية. إذا في تصحيح تفضل أقول يا أخي عبد الله. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار من شريك ومن غيرك. من جاب في حقوق؟ من جاب في حقوق؟ من صحيح؟ من جاب في حقوق؟ لكن لا تتكلم ولا تورط لأشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب، والكذب هو أمامك.